وللحديث أكثر عن إشكالية بقاء القوات الأمريكية في العراق بين نفوذ إيران المتمثل في الميليشيات ورغبة أمريكا التي تدعي أنها تحارب الإرهاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. الإدارة الأمريكية من جانبها تقول إن الحكومة في بغداد ترحب ببقاء قواتها في العراق، ما تفسيركم لإبداء الكاظم الترحيب ببقاء القوات الأمريكية في العراق؟ هل هو غزل سياسي لأمريكا؟ نعم، بداية دعني أقول بأن القوات الأمريكية قد حسمت أمرها بالبقاء في العراق. نعم. والدليل على هذا التصريح لقائد العام للقوات المركزية الأمريكية ماكنزي، يقول فيه بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى في العراق لأمد بعيد، وستقوم بتخفيض هذه القوات إلى أعداد تصل إلى 3500 جندي أمريكي، وبالتالي الجيوش الحديثة لا تعتمد على الكثرة العددية وإنما تعتمد على قابلية الحركة، تعتمد على القوة النارية، وتعتمد على منظومة القيادة والسيطرة. بقاء هذه القوات يمكن أن يؤدي الدور الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من البقاء في العراق، كما أن هناك تباين في المواقف حقيقة. يعني من يرسم السياسة الخارجية يبدو بأن ميليشيا الأبدال هي من ترسم السياسة الخارجية لحكومة الكاظمي، لأنها تملي على الكاظمي ما يجب أن يقوم به عند زيارته إلى 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 واشنطن. لذلك حقيقة نحن نتكلم عن تباين كبير جدا في الرؤى. الحكومة تقول بأنه لا مانع من بقاء القوات، والميليشيات تصعد من عملياتها العسكرية وتستهدف، يعني آخر هجوم كان على قاعدة بلد الجوية بأربعة صواريخ وعلى قاعدة للنقل اللوجستي في محافظة ذيقار. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية وتباين كبير جدا في الرؤى للأطراف الفاعلة في العراق. من ناحية أخرى، إيران وبحسب مصادر صحفية تعيد تشكيل ميليشيات موجودة أصلا تحت مسميات جديدة. إلى أي مدى يمكن تدوير الميليشيات الموالية لإيران بعيدا عن أعين القوات الأمريكية؟ نعم أكيد، يعني هناك استراتيجية أطلقها إسماعيل قاعاني البديل لقاسم سليماني بتشكيل عدد من الميليشيات التي نسبت إليها الكثير من العمليات العسكرية لكي لا يكون هناك إحراج بالنسبة لميليشيات الحشد الشعبي، على اعتبار أنها هي جزء من منظومة الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، فيتم تسمية هذه الميليشيات لإبعاد الحرج عن هذه الميليشيات. إضافة إلى هذا بأن هذه الميليشيات بهذه المسميات لن تكون هناك معلومات لدى القوات الأمريكية لكي تقوم بملاحقتها وقيام بضرب هذه الأهداف. لذلك هناك استراتيجية جديدة بإطلاق الكثير من التسميات الجديدة وتشكيل ميليشيات لهذا الغرض. الهدف من إعادة تدوير هذه الميليشيات بالطبع هو إدامة زخم الهجمات على القوات الأمريكية بحسب مراقبين. هل تعتقد سيادة عقيد أن إيران يمكنها توجيه ضربات مباشرة للمصالح الأمريكية في المنطقة إذا لم تخرج من العراق؟ لا، أنا أعتقد بأنه القضية ليس في توجيه الضربات الإيرانية، وإنما القضية بأنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن اقتربت من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هذه الإدارة تحاول الآن التهدئة في جميع الساحات. أما بعد أن تجري الانتخابات وستكون هناك إدارة، إما أن تستمر هذه الإدارة الأمريكية أو تكون هناك إدارة أخرى، هذه ستعتمد، يعني هذا التصعيد سيعتمد على من سيكون في الإدارة الأمريكية القادمة. إذا كان هناك خسارة لدونالد ترامب، أنا أعتقد بأنه إيران كانت متفقة مع جون بايدن ومع أوباما في الفترة السابقة، وتم توقيع الاتفاق النووي وتم إطلاق إيران في المنطقة. أما إذا بقيت هذه الإدارة فأنا أعتقد قد يكون هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليس من قبل إيران، علما بأن هناك تصريح لترامب يقول بأني سأعقد صفقة جيدة فإيران تستميت في الحصول على صفقة معنا، إذا ما نجحت في هذه الانتخابات ستكون هناك صفقة مع إيران في الفترة المقبلة. موقف الأحزاب المتأرجح بين بقاء القوات الأمريكية في العراق وبين رحيلها إلى ما ترجعه، وهل دوافعه مصلحة العراق أم شيء آخر؟
لا اكيد يعني ما يجري في العراق هو ليس لمصلحه العراق، لانه الان من يحدد مصلحه العراق الميليشيات التابعه لايران، وايران ايضا في زياره الكاظمي كان هناك حديث صريح ما بين المرشد وما بين الكاظمي بانه يجب خروج القوات الامريكيه من العراق، والا سيكون لنا رد قوي وقاسي على الضربات التي وجهتها بمقتل سليماني. لذلك من الاطراف الفاعله هي الولايات المتحده الامريكيه وايران والميليشيات من جهه اخرى، اما بقيه الجهات فانا اعتقد انها غير قادره على ان تفعل شيء، وهم عباره عن مراقبين ومتفرجين على ما يجري في العراق، سواء كانت احزاب سياسيه او كانت جهات مشاركه في الحكم وما الى ذلك. يعني هناك اشكاليه حقيقيه في المشهد العراقي، بحيث الان حتى حكومه الكاظمي هي ضعيفة بشكل كبير جدا، وتمارس عليها ضغوطات كبيرة جدا من قبل الميليشيات، والتصعيد الذي يجري الآن من قبل الميليشيات هو لإحراج الكاظمي أمام الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي محاولة للقطع على أي تفاهمات قد يمكن أن يجريها الكاظمي مع الحكومة الأمريكية في الفترة المقبلة، والتي قد لا تكون في مصلحة الميليشيات. الكلام عن هذه النقطة أن الإدارة الأمريكية تطلب من الكاظمي تحجيم نفوذ الميليشيات في العراق، برأيكم هل الأخير قادر على هذا الشيء أم لا؟ لا أبدا، الكاظمي يعرف جيدا بأن الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات، وقد تتغير هذه الإدارة، وبالتالي لن ينساق بعيدا مع ما تطلبه الإدارة الأمريكية منه باتجاه إيران. المسألة الأخرى بأنه أصلا هي الإدارة الأمريكية هي ضالعة في مسألة دعم هذه الميليشيات طوال الفترة الماضية، رغم أنه الشعارات التي ترفع والعمليات التي تجرى، ولكن الآن هناك قرار يناقش في مجلس الشيوخ بإيقاف الدعم لهذه الميليشيات، وبالتالي الحكومة أولا ضعيفة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات، وأطلقت التهديدات لأن هناك إشكال حقيقي في بناء الأجهزة الأمنية. يضاف إلى هذا بأنه تطورات الوضع العراقي كبيرة جدا، والأزمات التي يمر بها لا تعطي مساحة واسعة ومناورة كبيرة للحكومة للجم هذه الميليشيات في الفترة المقبلة. الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية الرسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.